من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، والبداية من قضايا الدورة. حياكم الله. إذ أشرف محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب على سير العمل لإنشاء البوابة الشمالية لقضاء الدور، كما اطلع المحافظ خلال الزيارة على سير العمل في مشروع إكساء وتعبيد الطريق المحيط بالمدينة ومبنى قسم الشرطة. وأشاد المحافظ خلال جولة ميدانية على مختلف المشاريع في القضاء بنسب الإنجاز المتحققة ومستوى الالتزام بالمواصفات الفنية، موجها لمواصلة العمل لاستكمال المشاريع التي تنفذ في القضاء بذات المستوى، متابعا في الجولة التي رافقه فيها قائم مقام القضاء وعدد من الملكات الهندسية مبنى لنادي الطفل وإكساء الطرق في حي الزهور وسط الدور. هذا وقدم عدد من أهالي القضاء شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة والاهتمام الكبير الذي يحظى به القضاء من قبل حكومة المحافظة. هاي البوابة تبع القضاء الدور، طول البوابة 45 متر، ارتفاع البوابة 8 مترات و 60 سنتيم، عرض البوابة 11 متر، اللي طبعا يعني مستخدم بها افضل واحسن النوعيات الانشائية من الحجر السوري السي ان سي، طبعا المكان الوحيد بكل العراق المشتغلين به هو هاي المنطقة، اضافة الى المرمر الفولكا الروسي، كذلك نوعية الكونكريت المستخدمة في هذه البوابة هي سمنت 400، يعني نوعية عالية جدا تستخدم بالجسور بالمحطات الضغط العالي بالمحطات النووية مستخدمة في البوابة. مدة المشروع 300 يوم، احنا ان شاء الله احنا 91% من المشروع قبل المدة ب10 ايام عدا امر الغيار الاضافي اللي ضفناه 100 يوم، كلها ما راح نحتاج نستخدمها. مدة يعني صار لنا فترة بالمشروع نشتغل معدل 8 اشهر 9 اشهر هكذا، وان شاء الله بقى عندنا المراحل النهائيه هي الاكساء النهائي للحجر، كذلك التبليط السايد الايمن والايسر ان شاء الله. نسبه الانجاز وصلت 83% حاليا، يعني باقي عندنا شيء جدا 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 بسيط من الانهاءات الكهربائيه والانهاءات الصحيه والحجر وفقط. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم زيارتنا التفقدية إلى قضاء الدور، وهو من الأقضية المهمة في محافظة صلاح الدين، والدور قضاء متميز بكفاءاته وأهله ورجالاته. هاي زيارة تفقدية للمجموعة من المشاريع في قضاء الدور، تنفذ قسم منها من هاي المشاريع من يعني صندوق الإعمار، والقسم الآخر على المحافظة. طبعا بداية الحديث يعني أشكر كل الشباب المهندسين والمقاولين والمنفذين وكل العاملين على هذا الجهد الكبير وعلى العمل الرائع والأداء الرائع والجودة العالية في العمل، وأشكر الأخ القائم مقام وكل الحكومة المحلية في قضاء الدور على المتابعة. شكرنا وتقديرنا إلى الأخ رئيس مجلس النواب اللي دعم قضاء الدور خلال الفترات الماضية من خلال تخصيص موارد أو تخصيص أموال لتنفيذ مشاريع كبيرة في الدور، ونحن كمحافظة سوف نتفاعل جدا مع كل الجهود وكل الأفكار التي تصب في مصلحة هذا القضاء. هذا القضاء مثل ما ذكرنا قضاء له أهمية استراتيجية وقابل للتطور وقابل للتوسع والعمران، ونحن عازمين على أن تكون هذه المدينة من المدن المتميزة في المحافظة، يعني أسوة بباقي المدن اللي سوف نعمل أو عملنا سابقا على أن تكون مدن متميزة إن شاء الله. وسوف يرى المواطن ابن صلاح الدين الفرق إن شاء الله خلال الأشهر القليلة القادمة. حقيقة باسمي وباسم أهالي الدور أود أن أقدم شكري وتقديري وامتناني لسيادة المحافظ لاهتمامه بقضاء الدور، حيث قام بزيارة عند استلامه مهام محافظ صلاح الدين هذه المرة الثانية الذي يقوم بزيارة قضاء الدور.
حقيقة جهوده مشكورة في متابعة المشاريع ودعم المشاريع ودعم قضاء الدور. حقيقة كل المعطيات تقول محافظ صلاح الدين مع أهل الدور في البناء، في الأعمال، في التطور، في التقدم، فشكري وتقديري مرة ثانية. ولا يفوتني حقيقة خلال هاي الفرصة أن أشكر السيد رئيس البرلمان العراقي محمد غيكان الحلبوسي على دعمه وتفقده لهذا القضاء الذي كان مهمل عبر السنوات الماضية. فباسمي وباسم أهالي الدول شكري وتقديري وامتناني إلى السيد الحلبوسي والسيد محافظ صلاح الدين لدعمهم لقضاء الدول وأهل الدول، وشكرا وجزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة تشرفنا اليوم بزيارة السيد محافظ صلاح الدين الشيخ إسماعيل الهلوب إلى قضاء الدور، وتمت زيارة مواقع عديدة من مشاريع صندوق إعادة الإعمار في القضاء. هذه المشاريع طبعا من ضمن خطة عام 2021 المنفذة من قبل صندوق إعادة الإعمار، اللي تمثلت من عدة مشاريع. حقيقة من أهم المشاريع في القضاء هو بناية قسم شرطة الدور. هذه البناية طبعا كان يعني لها تصاميم قديمة، التصاميم هذه كانت يعني غير مجدية بالشكل الإيجابي، وبعد التعاون مع قيادة شرطة صلاح الدين تم إعادة تصميم هذه البناية بما يتلائم ومتطلبات القيادة، وتم تنفيذها بنسبة تتجاوز 85% لحد الآن وبمواصفات عالية جدا. الشركة حقيقة شركة من الشركات الجيدة اللي قامت ببناء هذا المديرية، بالإضافة طبعا إلى البوابة الشمالية والبوابة الجنوبية لقضاء الدور. طبعا نحتاج يعني أنه حتى تكتمل المشاريع في المدخل الجنوبي والشمالي لقضاء الدور أنه يتم إنشاء طريق الشمالي، المدخل الشمالي والمدخل الجنوبي. وحقيقة استجابة سريعة من قبل السيد محافظ صلاح الدين لإدراج هذين المشروعين حتى تكون المدخلين الجنوبي والشمالي مكتملة من ناحية البوابة ومن ناحية التطوير للمدخلين. طبعا بداية شكرنا وتقديرنا الكبيرين لسيادة المحافظ لزيارته لقضاء الدور ومدينة الدور واطلاع المشاريع اللي تم المباشرة بها في بداية السنة الحالية والعام الماضي، والتي جاءت عن طريق توجيه سيد رئيس البرلمان سيد محمد غيكان الحلبوسي. طبعا المشاريع اللي موجودة حاليا في المدينة هي مشاريع حيوية لتطوير المدينة ولظهارها بالمظهر الحضاري في سبيل أن تكون واجهة لمحافظة صلاح الدين والإعمار الموجود في صلاح الدين. مشاريع تبليط أحياء ثلاثة، حي المنصور وحي الزهور وحي القدس، إضافة إلى تطوير شارع الحولي والبوابات الشمالية والجنوبية، إضافة إلى بناية مركز ماء الدور وبناية المكتبة المركزية وبناية مركز شرطة الدور. بعد التوجيه من سيادة رئيس مجلس النواب محمد غيكان الحلبوسي واهتمام واضح من قبل محافظة صلاح الدين متمثلة بالشيخ إسماعيل الهلوب، بادرت المحافظة لإنشاء مجموعة من المشاريع المتعددة في القضاء. من ضمن هذه المشاريع مشروع بناية نادي الطفل، وهي بناية الأولى من نوعها في المحافظة. تهدف هذا المشروع إلى إنشاء مركز لتطوير مهارات الطفل بأسلوب ترفيهي وبدون التزام محدد في المواعيد. ومن المشاريع الأخرى أيضا مشروع تطوير الشارع الحولي، حيث أن التصميم الأساسي مدينة الدور هو معد منذ عام 1979 ويعاني تأخر في جدول الزمني لمشروع التصميم الأساس، حيث أن المشروع يتضمن تقريبا أكثر من 20 شارع رئيسي لم ينفذ منها منذ عام 79 سوى شارع واحد، والآن هذا الشارع اللي إحنا حاليا واقفين به هو الشارع الثاني، اللي الشارع الرئيسي الثاني اللي ينشأ في قضاء الدور منذ عام 79. فشكرنا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الشيخ إسماعيل على دعمهم وإنصافهم للدور بعد إهمال لسنوات طويلة.